عبارة عن 11 ورشة مختلفة لفنانين مصريين عالميين وبيطلعوا يعرضوا حاجتهم بره. نحاول نطور ونجدد ونعمل حاجات مختلفة. الارت ورك شوب السنة دي غير، في انتاج وابداع طالع من الطلبة اكتر من كل سنة. قد ايه الفنانين السنة دي اضافوا للطلبة كتير والاقبال كان مختلف. الورش السنة دي وزي كل سنة بيقوم بيها دكاترة على أعلى مستوى، فنانين تشكيليين متخصصين في مجال الفنون البصرية. تجربة رائدة جدا في الجامعات المصرية عموما. أتمنى أن كل الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أنها تحزو بحزو جامعة المستقبل. بجد الجامعة موفرة لنا حاجات كتير قوي كويسة. في اختلاف كبير حصل في الورش وبجد بقت مؤهلة جدا وبقت أعلى بكتير عن السنين اللي فاتت. الإقبال كان كبير على التصوير الفوتوغرافي، طلع منهم عدد كبير موهوبين بس ما كانش عندهم الفرصة ان هم يطلعوا موهبتهم. حاجة هايلة جدا ان جامعة بالحجم ده والمستوى ده يبقى عندها اهتمام بالشكل ده، اهتمام بالفن التشكيلي وخاصة النحت اللي هو في أصل تاريخ مصر من أهم المجالات في الفن. الجامعة هنا بتوفر للطلبة أفكار جديدة ويحاولوا يخلوهم يخشوا جوه تجارب جديدة هم ما دخلوهاش قبل كده. فوجئت بمستوى الطلاب إنه متميز جدا وعندهم طاقة هايلة قوي. الطلبة عاملين شغل محترف جدا جدا كالعادة. بشكر جامعة فيوتشر على الفعالية العظيمة دي. الهدف الرئيسي دايما من الورك شوب هو استغلال طاقة الشباب في الإنتاج الفني، ابتدوا الأولاد ياخدوا ثقة ودايما بيظهر الناتج بصراحة بشكل رائع كل مرة في المعرض النهائي. اهتمام الجامعة بالفن التشكيلي رائع. كل سنة باجي أشارك معاهم هنا في الورش الفنية، بقالي سنتين بعد ما اتخرجت. صراحة تجربة أنا بحبها.